الحقيقة ما أخباريش. دابا اللغة العربية أصلا ولات منقرضة نوعا ما، لأن الغالبية أو الأغلبية الشباب كيتوجهون للغة الأجنبية وكيسمحوا في اللغة العربية اللي هي خصها تكون هي الأصل. يا فراسي شفت شي حاجة بحال هيدا في الفيسبوك؟ لا والو الصراحة، ما بقتش عندها نفس القيمة في حال شحال هذه. دابا طبعا حتى شي ما بقاتش بنادم ما بقاش كيحتاجها، فين غتحتاجها انت؟ بنادم ملي كيطلع على برا وهذا ما كيحتاج اللغه، يا الانجليه الفرنسي او لا اسبانيولا، ما العربيه ما بقاتش عندها شي قيمه بحال اللي كانت. طبعا جميعا كنعلموا باللي اليوم العالمي اللغه العربيه، وفي الحقيقه لم يعد المواطن المغربي يعلم بيوم عالمي للغه العربيه، بل الجميع أصبح يحتفل بالأعياد السنوية، العطل السنوية أو الخريفية أو الربيعية، بل الأكثر من هذا أن اللغة العربية لم تعد لها قيمة كلغة، أي أن المواطن والباحث الأكاديمي والباحث في جميع الميادين أصبح يعتمد على لغات أجنبية ثانية كالإنجليزية بمبرر بأنها لغة العلوم ولغة العصر ولغة الحداثة. هذا ما أصبح يضعف اللغة العربية كلغة دين، كلغة شعب، كلغة أمة، أي أمة عربية، أمة المغرب العربي. وفي هذا اليوم العالمي للغة العربية أحب القول بأنه يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية التي أصبحت تعتمد الدارجة بطريقة لا أعلم كيف أصفها، بل يجب العودة وإعادة التفكير وإعادة التفحيص في اللغة العربية كمنهج معتمد وإعطاء قيمة لهذه اللغة. حيتاش العرب مفروض أنهم هما مقتشي أصلا، مكاينش شي دولة كتهضر العربية، العرب ما عطينها، هما العرب اللي خصهم يعطوها القيمة باش تزيد تعرف. العرب ما عطينهاش القيمة، ما هما كيهضروش بها، كاينة غير الدارجة، ما كاينش العربية الفصحى. حتى واحد من الدول الإسلامية ولا من العرب كاملين ما عندش واحد ما كيهضر اللغة العربية. العولمة بالأساس راجع داكشي للعولمة، لأن العولمة عطاتنا تسنى قيمة اللغة الأجنبية، لأن العلم دابا اللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية واللغة الفرنسية هما اللي كيتوجهوا علميا، أما اللغة العربية بقى الدور ديالها منحاز على الدول العربية. وكنشوفوا أن حتى العلم في الدول العربية، يعني إذا بغيتي تقرأ شي حاجة سيونس ولا كذا خصك تقرأ باللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية. اللغة العربية من ناحية العلوم راه على وشك الإنقراض. السبب الرئيسي لانبتار اللغة العربية كون أن أغلب المجتمعات العربية دول شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط أصبح يعتمد اللغة الإنجليزية، وهذا بسبب كما قلنا سابقا بسبب العلوم، تطور الزمن، تطور العلوم التجريبية والعلوم بصفة عامة. أولا خصنا إحنا كشباب أو كفاعلين أو خصنا نتوجه أننا نرشدوا الشباب اللغة العربية، نتعاملوا باللغة العربية، نقراوا اللغة العربية، ونحاولوا ننشروا هذه الثقافة، هذه اللغة العربية في المجتمع، لأن اللغة العربية هي الأصل ديالنا، وإذا سمحنا في الهوية ديالنا راه سمحنا في التاريخ وفي الحضارة ديالنا. لا أظن أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور، بل يجب البحث عن السبل الكفيلة التي من الممكن أن تعيد للغة العربية قيمتها، وتنظم وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظم فضاء الفيسبوك، فضاء اليوتيوب، وهذا ما أصبحنا نرى أن هناك انبتار للغة العربية على قنوات اليوتيوب، حيث أصبحت العناوين المتضمنة في اليوتيوب بالدارجة، وهذا ما لم نكن نعيشه في التسعينيات من القرن الماضي وحتى في الألفينيات إلا مؤخراً.